ايه كمان من الاكتشافات المهمة اللي نتوقع ان احنا مش بس تفيدنا علميا وثقافيا، لكن نتوقع انها تجذب سياح كتير؟ هو في كشف يمكن ده اهم كشف اثري في القرن ال21، اللي هو اكتشاف ممر هرم خوفو. ده كشف رهيب هياخدنا لحاجه، وده كان في 23، كان في 23، في منتصف 23، كان في شهر 5 او 6 على ما اذكر. كويس ده ممكن من اهم الاكتشافات، اكتشاف ممر في هرم خوفو. الموضوع ده طبعا، لان طبعا ناس كتير عايزه توصل يعني المقابر اللي موجوده في هرم خوفو، والغرف المغلقه والسراديب، والكنوز طبعا يعني انت بتتكلم بقى، فانت يعني عارف حضرتك تكتشف يعني ممر في جسم هرم خوفو، ده يمكن ده اعظم بناء على حجري حد هذه اللحظه. طبعا. ومن عجائب الدنيا السبع القديمه اصلا. لكن لم يتم استثمار هذا الاكتشاف بعد حد هذه اللحظه، لم يؤدي الى فعلا يعني، لكن هم اكتشفوا الممر، بس هيوصل لفين لسه محدش عارف. لا هيوصل لكتير. كما كمان اكتشاف صاله نسخه مش موجود منها الا في فرنسا، وهم بينظفوا في معبد دندره، زودياك. زودياك ده اللي بيسموه علم الابراج. ده طبعا تم اكتشافه في معبد دندره في السقف اثناء التنظيف والترميم. يعني ايه بالراحه كده عشان نفهم حضرتك؟ في صاله في معبد اللي تم اكتشافه بالظبط، الزودياك، الصاله، صاله فيها ايه؟ زودياك اللي هو ايه؟ الزودياك اللي هو علم الابراج. ايوه ماشي. يعني هل ده منقوش؟ منقوش. هل ده مرسوم؟ هل ده قطع؟ لا إيه؟ منقوش في السقف. إيه ان هو يعني كل مقسمين السنه لعدد من مظبوط. فعلا مظبوط. على فكره هو اصلا موجود، العلم ده موجود، علم الابراج ده موجود عند المصريين القدماء اصلا. وفي وعلى فكره ديت يمكن في صاله زيها موجوده في فرنسا، او نسخه منها موجوده في فرنسا من تاخده من مصر. فهم بالصدفه في اللوفر ولا في فرنسا في؟ لا في متحف اللوفر معروضه. مش عايز اقول لحضرتك، وهم بينظفوا اثناء عمليه الترميم في المعبد وفي السقف اكتشفوا هذه الرسومات. ودي ترجع لسنه كام تقريبا؟ هو معبد دندره اساسا كان مبني اصلا على انقاض حاجه مصريه قديمه، احنا مثلا بنتكلم في العصر اليوناني يعني تقريبا، يعني مثلا بنتكلم يعني 2000 سنه ولا حاجه يعني، ده ما يقلش مثلا عن 2200 2000 في الحدود دي، ما اليونان من 2500 كده ل 2000 في الرينج ده بالظبط. فانت بتتكلم في حاجه كبيره. هل في حاجه تانية مهمه تم اكتشافها مثلا؟ المومياوات الكثيره اللي تم الكشف عنها دي، الكشف الهام جدا برضه في المنيا. طبعا تم اكتشاف طبعا كميه مومياوات او توابيت مزخرفه بشكل زي يعني تشبه اللي تم اكتشافها في سقاره. طالعه بحالتها جيده جدا واثار كثيره جدا فيها، ودي من الحاجات الهامه جدا ان النهارده بقينا بنكتشف توابيت خشبيه بحالتها في اماكن متعدده من الدوله المصريه. وفيها مومياوات؟ وفيها مومياوات محفوظه. يعني طلعوها بمومياواتها بالصناديق الخشبيه بتاعتها. دي بترجع بقى لعصر اتون بقى، عصر الدوله الحديثه؟ لا مش ما نقدرش نقول للدرجات. لا لا لا، اصل كلمه عصر اتون او اولا اخناتون في عهد الدوله الحديثه. ده بنصنف الملك للدوله اللي بينتمي اليها. يعني تقريبا سنه كام برضه عشان الناس؟ انا مثلا بنتكلم في 2000 وشويه برضه، اكتر من 2000 سنه. طبعا موضوع مهم بس جدا. بس الميزه فيها انها طالعه بحالتها حالتها وكمان اخناتون الحضاره بتاعته مختلفه، يعني مختلفة في تماماً. فكره البيك والحضاره بتاعت مدرسه بالفعل. الحقيقه يعني موضوع مختلف طبعا بالفعل. يعني انت بتتكلم على خرطوم في فكره تاني خالص، يعني التوحيد وكلام. ممكن يضيف جوانب للصوره الفرعونيه كلها يعني، ولا زلنا مستمرين. يعني انت النهارده ممكن تلاقي اكتشافات لسه هيتم الاعلان عن اكتشافات اثريه. طيب احنا بما ان